فاش تشديت هو قتل تراجلي. لو كان رجعت بيا ليامات اللور راني بدلت شحال من حاجة. كنت عايشة مع دارنا بخير، تزوجت بواحد الراجل اللي بنت 15 عام. المهم ما كنتش عارفه شنو كيفاش غادي كيفاش ما عارفاش المستقبل ديالي في كيفاش غادي يكون. المهم تزوجت به، ولدت معاه 4 وليدات. هذاك الراجل ما صدقش كما انا كنت كن رغم انني درت فيه الوالد وعائلتي كامله ونسيت فيه عائلتي كامله، ولكن ما صدقش معايا كما كان كيدخل عليا البنات وكان حرمنا من بزاف الحوايج انا وولادي. 4 الوليدات اللي توفات لي بنيه منهم وانا داخل السجن. المهم كيفاش تشديت هو قتل تراجلي المهم انا ما كنتش قاصده ندير هادشي كامل نهائيا، واش كان في الحسبان نهائيا. ما كنتش باغا نبعد على دارنا، ما كنتش باغا نبعد على ولادي، على عائلتي كامله. ما كنتش باغا ندفن راسي في الحياه، ولكن هو اللي خلاني ندير هادشي كامل، هو اللي دفعني ندير هادشي كامل. يعني الولاد ما بغاش يقرهم ليا، حابسني انا في الدار. انا ما كنتش مسوقه لراسي نهائيا. ملي ولدت مع الوليدات صافي قلت غنربي وليداتي وما خصني حتى شي حاجه من الزنقه انايا. يعني ولادي خصهم يكبروا مزيان وخصهم يعيشوا مزيان. فاش بداو كيكبروا الدراري صافي قال لي الدراري خرجوا من المدرسه. المهم البلاصه اللي كنت عايشه فيها انا والعائله ديالو حيدني من ذاك البلاصه وداني واحد البلاصه اخرى اللي وليت معزوله بوحدي. ما بقيتش كنقدر نهضر، ما بقيتش كنقدر ندير حتى شي حاجه. صافي تما فين ما بقيتش شفت قدامي. ما تغمضوا لي عينيا وهو بدا كيبتزني بزاف. بدا كيستفزني بزاف. الليله اللي وقع لي فيها المشكل انا كنت قلت صافي. النهار الاخر حين جاب لي واحد السيده اللي هي حامله من غير العصا ومن غير القمع اللي انا عايشه فيه ومن غير هذاك الشيء كامل. كنت شويه مستحمله واحد شويه على قبل ولادي، ولكن في هذاك النهار اللي جاب لي السيده قلت انا ما بقتش عندي شخصيه قدامه. وملي غتجي هذه السيده ثاني صافي ربما تقدر تبدلوا عليا، ربما بزاف الحوايج يوقعوا. صافي انا ولادي صافي غنضيعوا. انا كنت متقبله الوضع حيت ولادي غادي كيقراو وغادي مزيان وما بغيتش نحرمو من بابا من صافي. كنت كنفكر انني غادي نهار الاخر غادي نهز ولادي وغادي نمشي صافي. ما عمرني باقا غادي نرجع للدار ولا شي حاجه. صافي النهار الاخر صباح عليا الحال ما كاينه. ما تذك التخطيطات اللي انا كنت مخططه ليها باش نرجع عند جداته ونجلس سنه، حيت هي قالت لي ما تمشيش معاه، ولكن انا مشيت. بغيت ندير ليه هو خاطر باش ما يقولش لك هي كتجر. الان انا كنجر لجهه وهي كتجر لجهه. تبعته انا في المحكمه ما تخيليش هادي. وانا في المحكمه كنت فرحانه انني جايه للسجن. علاش؟ على ديك المعاناه اللي انا كنت كنتعامل بها في الدار مع راجلي. كنت كنحس بالحريه وانا غادا كنركب في الطوموبيل اللي غادي تجيبني العكاشة. كنت فرحانه، كنت كنحس بالحريه. واخا انا جايه للحبس كنت كنحس بالحريه، ولكن انفو دخلت هنايا ما تقبلتش. جاني داك الشيء غريب، ما كنقول كيفاش غندير نتقبل، كيفاش غندير نبعد على ولادي، كيفاش غنبعد على عائلتي. شكون الناس اللي غنلقى هنايا؟ واش مزيانين؟ واش شو كيفاش دايرين؟ اول دخلت هنا لقيت واحد السيده اللي هي الحارسه بقات كتهضر معايا.
المهم كدير الاجراءات ديالها وكتهضر معايا بواحد الحنان. الحمد لله بعد راه الحريص طرا فيهم الخير بعدا ما حسيتنيش انني جيت الحبس بعدا هذيك السيده. قلت لها عفاك اذا مديني عند شي بنات اللي يكونوا بخير ونقدر ندوز معاهم هذا الشيء. اللي قلت لها شوف بنتي غنقول لك جوج كلمات، الا كنتي انت مزيانه كلشي الناس غيكونوا معاك مزيانين، كنتي انت خبيحه راه كلشي الناس غادي يخبحوا معاك. صافي ديك الكلمه اللي قالت لي هذيك السيده بقيت شاداها في راسي. دخلت انا اصلا بحال هكاك، انا اصلا ماشي ديال شي حاجه، انا ما عمرني اذا من البدايه كانت مصاحبه مزيانه مزيانه الحمد لله. ما بقيتش جالسه انا من فاش جيت المره الاولى. صافي بقيت كنهبط مع المضافات كنشوف شنو نقدر ندير معاهم، ممكن شغل راسي بشي حوايج ولكن شاغله راسي. كندوز الوقت ديال النهار كامل كنقدر ندوزو بخير، ما كنحش بالحبس. هو حتى فاش كيتسدوا عليا البيبان عاد كنحس وكنبدا نفكر في ولادي في عائلتي في الحريه في حياتي اللي هدمتها. هذا الشيء اللي كاين. درت تكوين فاش جيت، درت تكوين، درت مهنه سترابي، بقيت فيها 7 سنين حتى خديت المهنه نيت بصح. ومن بعد درت سميت في صاله وخياطه، من بعد درت حياكه الجلباب، درت محو الاميه حيت انا ما قارياش، درت محو الاميه خديت فيها 3 الدبلومات. كنشارك في الانشطه اللي في داخل السجن وخارج السجن في سجون اخرى. المهم شاغله راسي الحمد لله. انا كنحس بيه بحال هو عيد بالنسبه ليا، هو عيد حيت كنشوف الوالده كنشوف بنتي، واخا الولاد الاخرين محرومه منهم ولكن كتعوضني بنتي الكبيره، ما كتخلينيش ماما تراجلي نشوفهم، ما كتخلينيش نشوفهم لحد الان، ولكن كنعوض شويه ببنتي الكبيره الحمد لله. الحمد لله. كنحاول ننساه، ما حيت ماشي حتى حنا فاهمين شنو هو اللي واقع، يعني فاهمين الظروف شنو. حتى هما مساكن ما كرهوش لينا، ولكن حتى حنا خصنا لو نعسي واحد النهار وجات الحارسه قالت لك عندك شخص. كنحس براسي تولدت من جديد. حس براسي تولدت من جديد حيت بصح الحياة اللي كنت عايشة قبل ماشي، لو كان رجعت بيا ليامات اللور كراني بدلت شحال من حاجة.